تمكنت المصالح الأمنية المشتركة بالقطاع العسكري بتيبازا وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات في أواخر شهر مارس الماضي من تفكيك شبكة إجرامية كانت تنشط عبر العديد من ولايات الوطن، حيث تم توقيف 22 عنصرا لحد الآن كانوا يقومون باعتداءات وعمليات سطو مسلح على الممتلكات العامة والأشخاص. التحقيقات الأولية وحسب تصريحات بعض الموقوفين بيّنت أن الجماعات الإرهابية والتي تنضوي تحت جماعة الهجرة والتكفير تقوم باستغلال واستدراج أفراد تلك العصابات وتوجيههم للقيام بعمليات سطو واعتداء بهدف الحصول على الأموال لتمويل اشتراء الأسلحة والتجنيد لفائدة بقايا الشاذمي الإرهابية. بن سالم كارم، أخ الموقف بن سالم جمال، حيث مصالح الأمن كنت تحوس على أخي من سنة 2013 اللي كان يسرق باستعمال الأسلحة، ودخل الحبس فيما مضى، دخل الحبس في عمره 19 سنة، عقب 12 سنة في الحبس بشوية، ومن بعد موراها خرج واحد صاحبه واسمه الحاج علي عمر، ولانا سبنا زوج بختي، من ثماك بدات المشاكل، من سنة 2013 بدات المشاكل هذه. راح سرقوا الحضنه، زادوا تدرجوا سرقوا واحد البيجوتري، وكان يقول لي هذاك عنده صاحبه هذا خالد بو خضره، وواحد اسمه حموده بو خضره خالد، زيد 65 28 جونفي، ساكن بمزرعه صفراني محمد، بلدي تحت بلدي تيبازا، كنت مع الهجره والتكفير الاخر مصطفى المدعو مصطفى، والاسم نتاعو بن سالم جمال. هو اللي بعلي لي انا كابوس فيها قعدت تشرب 5 ملايين و500 و10 كراسيش، وبعد حمودة كلمت لي كابوس و10 كراسيش، عاقلة تجمع الجزائر والتكفير شو يكفروا الناس ويكفروا الدولة ويدوا الأموة تاع الناس. خالد قرشي مقاول، نسيب خالد بن خضرة المدعو من الشرقي، طلع وليدو عنده 11 سنة، وليدو دخل لي طقطق، حليت المرة واشن قال لي قولي لعمي خالد يحل الباب، عندي اريا من هي باب واحد قريب شو الغابة، كي حليت الباب يا خالد واحد دخل، ادخل الصالون عندي طابلة عند الصالون هاك متر قعدنا، قال لي نمسح 500 ولا 600 مليون، قلت له ما خلصناش، انا كنت خالص درهم في الكونت، كانت عندي بالك عندي 8 مليون هكذا كانت في الكونت، قلت له ما عنديش. بعد ما كنت هارب رحت لخالد، رحت للدار خالد قرشي، قلت له الدراهم تاعي شو هو شو تقلق شو كي خرج لي، قلت له ما جيت رايح مول ليلي، قال لي روح واش خاصك، قلت له دراهمي، قال لي بدينا الفاتوره مازال ما وجدتوش، قال لي مازال ما خلصونيش، قلت له خلاص رحت وخليته، انا قلت له يكذب مده حسبتها 500 مليون. انا بن توته محمد من مواليد 1984، ساكن مزرعة صفراني محمد بحطاطبة دائرة تقليعة ولاية تيبازا، المهنة تاعي بناء في بداية حياتي، تعرضت بخالد بالخضرة خالد اللي كان يخدم مقاول، هو جاري ولا يستدرج فيا يحكي لي في أمور الدين، قال لي يا ودي الدين ماشي هكا، قال لي الدين الدولة هذه دولة ظالمة، وقوانين هذو قوانين باطلة، والديمقراطية كفر، أبقى يبين لي بيجي أمور تاع الدين، وذا لي عباد عندهم دين، وذا ولي شي صوالح، تعرف بهذا بن سالم جمال اللي مزور كواغط انتحالاوية على كل حال، جاب بصفة اسمه مصطفى، أبقى بيناتنا اتصال، ولا عيط لي يجي ليا بشويه ولا يتبين، ولا يبين لي ولا يقول لي غانمه وما يشبه وحلال السرقه وحلال لي مال العام، بعد تخلي في سلاح وتخلي في على كل حال. خالد هو اللي ولا لي سلاح، قال لي ها وسلاح خفيف ويتخبى،
قلت انا نورمال شريت واحد من عنده، رحت المصطبة قلت له يا ابني مصطبة انا فين ندي واحد، وحنا انا وياه قلت له فين ندي واحد، قال لي ايه ماشي مشكل، قال لي 5 ملايين شريت عليه واحد، وكان ارتبط معهم سلاح، ندمت اللي ارتبط السلاح وندمت اللي انضميت ليه، خسر لي حياتي وكنت مواطن كبيره.